السلام عليكم، مرحبا بكم مرة أخرى. اليوم إن شاء الله غادي نوجدوا لصوص أندلس المرافقة للشاورما أو تاكوس، تتمة ديال الخبز تاكوس. ودابا ندوزوا المقادير. عندنا مايونيز النوع اللي بغيتو، عندنا واحد الحكمة طيشة صغير، عندي لبزار معلقة صغيرة، تومة وملح وقزبر ومعدنوس. ودابا ندوزو الطريقه، غادي نحطو مايونيز غادي نضيفو ليلى الصلصه والثومه والابزار والملحه وقزبر ومعدنوس ونخلطوا الكل مع بعض. كما كتشوفوا الصلصة ديالنا ها هي وجدت. كنتمنى تنال الإعجاب ديالكم.